حبيباتي صباح الخير، انا شاد طريق تطوان ان شاء الله. ما كتشوفوا معايا مناظر رائعه، هنايا حبيباتي جينا نتساراو شويه في هاد لابلاص اللي مازال ما عرفش سميتها. غادي نحاول ديكوفري معاكم البنات، هي زوينه في الصراحه. كيبان لي هنايا كاتبين واحد تدشين ساحة الفدان، وقيل الفدان الا ما غلطتش كما كتشوفوا معايا. جو زوين البنات، الحال سخون والجبال فوق كما كتشوفوا معايا، هذا المنظر روعه. وهنا جينا لواحد السوق، قالت لي اختي هذا السوق زوين، بغيت نشوفو كيبان زوين. هنا حبيباتي كنتجولو شويه في الشوارع، جو سخون البنات بزاف، هنا بزاف بزاف كاينه هذه البلاصه كما كتشوفو معايا. هذه البلاصة هنايا فيها لي بنك، فيها التريبينال، حبيباتي. وهنايا كما كتشوفوا معايا جينا لمدينة مارتيل، واحد المدينة صغيرة بما أنها ماشي بعيدة على تطوان، فقلنا علاش ما نبروفيتيوش نشوفوا الشمال. فهنا كما كتشوفوا واحد الشارع طويل، ومنين نمشي جهه البحر نفيلمي لكم شويه البنات. حبيباتي غادي نتوجهوا للشاطئ، شاطئ مارتيل. شاطئ جميل، كيبانوا لي الناس فيه بزاف البنات. الجو هنا شويه بنات كاين شويه الهواء. حبيباتي السلام عليكم، انا رجعت لكم بعد ما رجعت من السفر ديالي، فبغيت نتقاسم معكم هذا الفيديو ديال مشترياتي من بلدي الحبيبه المغرب. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي بزاف ديال الحوايج، فغادي نبدا لكم ب هادو اللي شريتهم ديال بودره تاع الفانيليا، شريت جوج. شريت هادو لي بيبي تاع الشوكولا، وشريت هادي الزا، هذا سكر اروم فلور دورانجي بنكهه زهره البرتقال.
وشريت هادو تاع السيترون كيعجبوني، فين ما كنمشي للمغرب كنجيبهم. شريت هادي بودرة الكاكاو كما كتشوفوا، شريت هادي فيرميسيل تاع الكاكاو، وخديت كذلك لا ليفور شيميك، هادي خميرة الحلويات، وهذا حار بحال شكل الهريسة مي هو بلو ليكيد، حار تخي بيكون، خديت منو جوج باش نحضر بيه الوصفات ديالي. والفلون بما ان الزوج ديالي من عشاق الفلون، فجبت هذا الفلون، عدة نكهات، اورانج، بيش، تروبيكال، اناناس، سيترون، ثلاثة. هنا جبت لا كريم باتيسيير بنكهة الفانيلا كما كتشوفوا معايا، وهنا البنات جبت لا كريم شانتي، هذا البنات كنظن كاوكاو البلدي، جبتو باش ندير به واحد الوصفه. وجبت هادي الدويمات اللي كندير دائما بنكهه الزعفران، هما او ميم طو كيعطيونا اللون، فانا جبت باكي كومبلي كما كتشوفوا معايا. هذا بما يخص الاكل، فهنايا جبت هادو تاع السيليكون، لي مول تاع السيليكون باش ندير فيهم لي مادلين او نمونتي فيهم اي حاجه كما كتشوفوا. جبت هادي على شكل ورده باش ندير فيها الكيك تاعي، جبت هادو زوج قراعي تاع الزيت باش وحده ندير فيها زيت الزيتون وحده زيت المائده، جبت هذا المدلك صغير باش يساعدني ندير به البيتزا ولا، وهذا الشكل ديالو عجبني اللي ما لا ندير فيه الملح. جبت هادو بغيت باش نديكوري بهم لا كويزين تاعي، هادو لي دو بيتي باسوار، وهادي كما كتشوفوا لقيت هذا الطراب صغير كذلك، هادو جبتهم بوغ لي صوص او لي زيبيس في لي فيديو. لا خديت هذا تاع المقروط، هذا تاع المعمول، هذا الباسوار، هذا كنقلي باش نهز به، وخديت هادو المراشم كما كتشوفوا، هادو تاع الصابلي، خديت عده اشكال كما كتشوفوا معايا، وهذا تاع الخمسه البنات، وخديت هذا كذلك باش نديكور به لي غاتو، وهذا نقاش خديت واحد كبير وواحد صغير. وهذا البنات المول العجيب، بغيت نجرب به واحد الوصفات فانا شريته وجبته. هذا بما يخص الاكل، اما بالنسبه لمواد التجميل فجبت هذه لافازلين بماء الورد بلي غوز، قالوا لي في المغرب بانها مليحه لليدين والرجلين القدمين كذلك، فانا خديت جوج، وحده بالسيترون وواحده بالورد كما كتشوفوا. وهذا لا كوزين تاعي اللي عطاته لي كادو، زيت ارغان، اي دايور جو لي باس ان بيتي كوكو، ميرسي خديجه دارته لي كادو. هذا خالتي اللي شراته لي زيت الخروع، وهذا حبيبتي اشتريته من مدينة أسفي، طويجين عجبني صغير غارق، الشكل ديالو جميل، بما أن مدينة أسفي عندنا معروفة بالفخار. وشريت كذلك هادو تاع البيض لي زو لي جوج، وخديت البنات هاد السربيتات أنا كنستعملهم للأواني، خديت زوج، وهذا اشتريته من مدينة الشمال، طبق ديرو فيه الخبز، نقدم فيه بزاف الأشياء، عجبني. وهادو البنات خديتهم من مرجان العصير كما كتشوفوا،
كؤوس جميله. والله ما عقلت على الثمن، يمكن 49 او 50 درهم، ما عقلتش بالضبط يعني في هذه الحدود. وهنا جبت شويه الزيتون، زيتون اسود، هذا الزيتون مقطع، هذا زيتون تاع الطياب للطاجين، هذه هريسه، وهذه خضر مخلله كما كتشوفوا معايا. واشتريت كذلك هادو بوغ لا طابل، عجبوني عده اشكال فاشتريتهم. اشتريت هذا الشكل وهذا الشكل وهذا البنات وهذا. غادي تلاحظوا بان عندي بزاف اللون البني معه، باسكو انا عندي الصالون ديالي معتمده فيه على اللون البني، هو اللون الاساسي اللي عندي. وهنا البنات كما كتشوفوا شريت حنة، واشتريت هادو لي زيبيس كما كتشوفوا، حبه حلاوه، هادي توابل سبيسيال تاع اللحم. هنا خديت الزعفران، شعره، المسكه الحره، هذا الكمون البنات، هذا الخرقوم البلدي عواد، هذا سكينجبير جنجون، هذا زعتر، لا عفوا توابل بيتزا، هذه توابل سبيسيال بسطيله تاع الحوت، هادو التوابل تاع الكبسه تاع الروس، هذا فلفل اسود، هذه خديتها البنات فلفل احمر، هادي حبه حلاوه، هادي ايبيس سبيسيال تاع الحوت لي بواسون، وخديت كذلك النافع، النافع عندي زوج، وهادي ايبيس سبيسيال تاع الدجاج، وهادي بسطيله تاع الدجاج. فوالا البنات، هادشي اللي جبت من المشتريات تقاسمته معكم. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، ما تنساونيش بلي لايك، الدعم، الاشتراك، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وبالنسبه للبنات اللي اول مره كيشوفوا في القناه الفيديوهات ديالي، اشتركوا في القناه ديالي الا عجبتكم طبعا. الى اللقاء.